السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا نبتدي بالدرس الثالث، وهو درس الانقسام المتساوي. والانقسام المتساوي في عندنا سؤال جدا مهم، احنا عاملينه خط اليد، بيحكي لنا ما عدد الكروموسومات الكلي في الانسان؟ عددها 46 كروموسوم، تمام؟ شو نوعها؟ في نوعين، الكروموسومات الجنسية والكروموسومات الجسمية. العدد بالنسبة للجسمي اللي هي مسؤولة عن إنتاج الأعضاء الجسمية جميعا هي 44 كروموسوم، تمام؟ مسلسلة من رقم واحد من الزوج الأول إلى الزوج رقم 22. طبعا الزوج احنا بنعرف انه لما اقول انا 44 كروموسوم هذا العدد الفردي، لما بحكي عن الازواج بقول 22 زوج، تمام؟ الزوج الاخير اللي اسمه الاكس واي، هذا هي الكروموسومات الجنسية اللي من خلالها يتم الارتباط وانتاج الجاميتات، تمام؟ مش هناخذ هذا الموضوع بعدين بالتفصيل ان شاء الله. سؤال هون يقول لك علل في احنا صفحة رقم 185، صح؟ بالضبط 185. شو بلاحظ؟ بلاحظ انه الخلايا في الكائنات الحية تحتوي على عدد محدد من الكروموسوم، لكن لابد انه هاي الكروموسومات تعرض الى الانقسام المنصف. ليش؟ لانه فيها هدفين. الاول انه انا بنتج الجاميتات اللي تتلاقى ما بين جاميتات الام والاب من اجل انتاج الجيل الجديد، وبالتالي انا بحافظ على النوع، نوع البني ادم او نوع الحيوان. وفي نفس الوقت بلاحظ انه بامكان الحفاظ على نفس العدد الصحيح من الكروموسومات من الاباء الى الابناء، وهذا الكلام راح تلقيه في هذه الصفحه، في الصفحه رقم 185 في هذول السطرين. لما يجينا مثلا على الاخر، تمام، بيحكي لي مثلا شو اهميه الانقسام المنصف. الانقسام المنصف او التكاثر الجنسي شو كانت اهميته؟ احنا ذكرناه في الصفحه السابقه، صفحه 181، حكينا عنه بالتفصيل. لكن هون في أهمية، وهو الحفاظ على عدد الكروموسومات والتكاثر الجنسي ثابتا، يعني أنا بحافظ على النوع وبحافظ على عدد الكروموسومات، تمام. في سؤال آخر يقول لي كم عدد مراحل وأطوار الانقسام المنصف. الانقسام المنصف هو الأكثر تعقيدا، فبيكون طويل، تمام، له مرحلتين كبار، في كل مرحلة إلها أربعة أدوار في داخلها. خلينا نتعرف عليهم. في الصفحة رقم 186، شو بلاحظ؟ بلاحظ أنا في عندي رسمات، هذه الرسمات بتلاحظ في الشكل رقم 433، صفحة رقم 186. بلاحظ في عندي أنا مسميات، مثلا الطور التمهيدي الأول، شو بلاحظ فيه؟ بلاحظ فيه ثلاثة مميزات. أولا لما بحكي أنا عن الكروموسومات وفي الانقسام المنصف، بحكي عن زوج كروموسومي، كل كروموسوم يحتوي على اثنين كروماتيدات. اذا لما بحكي انا عن زوج كم كروماتيد؟ بيكون اربع كروماتيدات. ارجع واحكي، في الانقسام المنصف تكون الكروموسومات ايش؟ متقابله، بيكون على شكل زوج، زوج من الكروموسومات. طب انا بعرف ان الكروموسوم في زوج من الكروماتيدات، طب اذا انا بحكي عن زوج من الكروموسومات كم كروماتيد بيكون؟ بيكون اربعه كروماتيدات، تمام؟ فلما انا بلاحظ انه في منطقة تداخل، هذه المنطقة هي منطقة تداخل، ماشي، هذه الرسمة، وهذه هي منطقة التداخل ما بين هذا الكروموسوم باللون الأحمر وباللون الأزرق. بيصير في ظاهرة اللي هي اسمها ظاهرة تبادل، قطعة من الكروموسوم مع القطعة من الكروموسوم الآخر، بمعنى كروماتيد يقابل كروماتيد غير شقيق ما له علاقة فيه، ويتبادلون هذه القطع تبعهم. إذا تبادلوا هاي القطع بيسموها هذه الظاهرة التعابر الجيني. وليش بتصير هذا التعابر الجيني؟ لأنها لازم تنتج تراكيب جديدة من الكائنات الحية، مش تراكيب طبعا تختلف جذريا عن الأبوين، لا، لكن اختلافاتها بتكون بسيطة، تمام؟ المنطقة اللي بيعبر منها هذه التراكيب أو الجسر اللي يربط ما بين الكروماتيدات غير الشقيقة بيسموها نقطة التصالب، تمام؟ هذه هي مميزات الدور التمهيدي، زوج من الكروموسومات، وجود منطقة التصالب، عبور القطع هذه بين الكروماتيدات غير الشقيقة، ومن ثم الوصول إلى مرحلة تسمى باسم التعابر الجيني، والهدف منها الحفاظ على التنوع أو إنتاج التراكيب الجديدة. النوع الثاني اسمه الطور الاستوائي،
طور الاستواء الأول شو بلاحظ فيه؟ بلاحظ فيه أن الكروموسومات، أزواج الكروموسومات ظلت مربوطة على منتصف الخلية، ومربوطة طبعا مع الكروماتيدات، أنا أسف، مربوطة مع خيوط المغزل ومع المريكزات. تجي بالطور الانفصال الأول تنفصل الكروموسومات عن بعضها البعض وترحل باتجاه القطبين، ثم بعد هيك تتحول هاي الكروموسومات إلى إيش؟ إلى مناطق القطبية، وتنحل الخيوط المغزل، ويتم الاستعداد أو الدخول في مرحلة تسمى باسم المرحلة البينية اللي حكينا عنها قبل شوية، اللي هي جي 1 والاس والجي 2، تمام؟ وهاي المرحلة يا أما تكون طويلة يا أما تكون قصيرة على حسب نوع الخلايا الجنسية المنقسمة، تمام؟ هذه المميزات مؤشرة قدامك، بإمكانك أنك بس بتوقف الفيديو تطلع على المميزات بتطابق مع كتابك المنهجي وتنقل المعلومات، تمام؟ في الصفحة اللي بعدها احنا بنتحدث عن عملية المرحلة الثانية من الانقسام المنصف، إلها نفس الأسماء بس الفرق بأنه في مصطلح رقم 2، يعني في عندي أنا تمهيدي أول تمهيدي ثاني، استوائي أول استوائي ثاني، انفصالي أول انفصالي ثاني، نهائي أول نهائي ثاني، تمام؟ هذا الكلام بيجي نشوف شو مذكور لنا في الكتاب. بيقول لنا أنه كل خلية، تمام، ينتج من خلالها خليتين، يعني الخليتين الناتجة من المرحلة الأولى أنتجت كم خلية؟ أنتجت 4 خلايا، لاحظوا هاي 4 خلايا، كل واحدة منهم تحتوي على نصف العدد الكروموسومي من الكروموسومات. كيف؟ في الكتاب المنهجي بالصفحة رقم 187 بلاحظ فيه معلومات مهمة. أولا يحتوي الكروم عدد نصف العدد من الكروموسومات الأصلي، يعني الخلايا الناتجة تحتوي على نصف العدد من الكروموسومات الأصلي. بلاحظ أن الخلايا تمر بنفس التغيرات اللي حدثت في الانقسام، ينتهي كل خلية بإنتاج خليتين، يعني مجموع الخلايا الناتجة 4 خلايا. طيب هون في عندنا سؤال بيحكي لنا شو الفرق ما بين المتساوي والمنصف من حيث أولا أطوال الانقسام. المتساوي كم طور؟ له 4. المنصف له مرحلتين و8 أطوار، له مرحلتين و8 أطوار. عدد الخلايا الناتجة هم 2، عدد الخلايا الناتجة في الانقسام المنصف 4. الأهمية طبعا بالنسبة للانقسام المتساوي هي زيادة الحجم وتعويض الأجزاء الإيش؟ الفاقدة أو التالفة، في حين أن المنصف بينتج إيش؟ جاميتات من أجل الحفاظ على النوع والمحافظة على عدد الكروموسومات زي ما هو بنفس النوع. آخر إشي عدد الكروموسومات، طبعا بالنسبة للمتساوي راح يكون كامل، وبالنسبة للمنصف راح يكون إيش؟ راح يكون نصف العدد فقط. هون احنا عاملين لك مجموعة من الإجابات النموذجية في الأسئلة، تمام؟ بإمكانك أنك تطلع عليها. عاملين لك الإجابات، هذا السؤال الأول اختيار المتعدد. السؤال الثاني بيقول لك افترض أنك باحث في وزارة الزراعة وجدتك عينتين، واحدة في الطور الأول من النمو والثانية في الطور الثاني من النمو، كيف تميز ما بيناتهم؟ أنا بميز ما بيناتهم بنوع الإنزيمات الناتجة والحجم، كل ما بيكون الحجم أكبر بيكون هذا الطور الثاني. فيما يختلف الطور التمهيدي الأول للانقسام المنصف عن الطور التمهيدي للانقسام المتساوي؟ في المتساوي كان الحديث عن كروموسوم واحد، وما في لا شيء اسمه منطقة تصالب ولا في شيء اسمه التعابر جيني. في الانقسام المنصف أنا بحكي عن كروموسومات عدد 2، وبحكي عن منطقة تصالب، وبحكي عن إيش؟ عن التعابر أو العبور الجيني، تمام؟ هاي الفروقات ما بيناتهم. اكتب الأجزاء، هاي الأجزاء قدامك مكتوبة، بإمكانك أنك توقف الفيديو وتستفيد من هذا العمل. يقول لك شو أهمية التنصيف عدد الكروموسومات؟ أهمية تنصيف عدد الكروموسومات بالنسبة لنا هي إنتاج النوع الجديد، عفوا المحافظة على الأنواع والمحافظة على عدد الكروموسومات، تمام؟ صفحة 189 إنه ما ظل لنا وقت، تمام؟ هذا شو هاي الرسمة اللي قدامك؟ شو بتمثل؟ مرحلة الطور البيني. كيف؟ لأنه إذا تلاحظ هون الخيوط المغزل كيف متغلظة تغلظات كبيرة. هذا الترتيب في عدة فيه مشكلة، ينحل على طريقتين، فأنا فضلت هاي الطريقة. لاحظ هون إنك إن الخلية بتكون إيش؟ بتكون خلية مستعدة لعملية الانقسام، ثم تعرضت لعملية الانفصال، دور الانفصالي، ثم كونت الغشاء الجدار اللي الخلوي اللي يفصل ما بين الخليتين، ثم انفصلت. في حال ثاني بيعتمد، بيقول لك لا، رتب على أساس إنه يكون ألف هو البداية، لأنه هاي مراحل مش متسلسلة، ومن ثم يجي الجيم، ثم الباء، يلا الدال. فالحلين صحيحات، ما في فرق بيناتهم. في السؤال الثامن رتب، هاي قدامك طور التمهيدي والاستوائي والانفصالي والنهائي،
بإمكانك أنك أنت تستفيد منها. وآخر سؤال يقول لك، أي في أي الأطوار تحدث عملية العبور والتعافي؟